ندوزو دابا الدجاج بالروز. ايه غادي عندنا بصله وحده تنقطعوها مكعبات رقيقه، وعندنا زلافه من الفلفله بالالوان حمراء وخضراء وصفراء، تنقطعوهم حتى هما مكعبات صغار تكون عندنا زلافه. ايه وعندنا جوج ديال الخيزو محكوك مقشر ومقطع حتى هو مكعبات رقاق. ايه وعندنا زلافه ديال الجلبانه، عندنا الخرقوم البلدي، شويه ديال السمن، شويه ديال التحميره، شويه ديال البزار، وضامه البنه ديال الدجاج. ايه الا ما الا ما الا كنا شارين دابا راه موجوده واحد الصاشي فيها ليقانه ديال الدجاج. ايه ضامه البنه وفيها ليقانه ديال الدجاج. من الاحسن الا كانت موجوده من الاحسن تجي لذيذه بزاف، وشويه ديال سكنجبير. ايه وعندنا حبات من الهيل جوج حتى ثلاثه، وعندنا الدجاج على حسب افراد الاسره، وعندنا الروز. طريقه في الكوكو نديرو داك البصيله تنشحروها مع داك الدجاج، تنضيفو ليها نشحروها مع شويه ديال الزيت، قريصه ديال الملح، شويه ديال البزار، وداك شويه ديال السمن والخرقوم البلدي، وتنبقاو نشحرو مزيان. من بعد تنضيفو كاس ديال الماء، غير كاس صغير. ايه وتنسدو عليها الدجاج حتى تيطيب لينا. واخا تنديرو داك حبات الهيل داك التوابل كلها اللي ذكرت، وتنسدو عليه غير شويه 10 دقائق تقريبا حتى بغيت تيطيب الدجاج. تنحيد تنزولوه، يا اما غادي نقليوه في الزيت، يا اما تندهنوه بشويه ديال الزبده مع شويه التحميره وندخلوه الفران يتحمر. ايه داك المريقه اللي بقات لينا في الكوكوط غنزيدو فيها واحد جوج عويدات ديال القرفه، وغنزيدو الماء، وغنرميو الروز، ونخليه نقصو عليه البوطه ونخليه يطيب بالمل، حيطيب على خاطره ويوقف من الماء يشرب لنا داك المراق. ايه من بعد في التقديم غادي ناخذ داك المول العجيب، وغادي ناخذ واحد العلبه من المايز، نصفيها من الماء مزيان، وغادي تكون ناشفه، وغنديروها في داك المول هي الاولى. وعاد غادي نديرو عليها داك الرز اللي طيبنا، غادي نقادوه مزيان باش ياخذ لينا داك الشحل ديال داك المول. ومن بعد تنقلبوه في الطبسيل ديال التقديم، غتبقى داك الحفيره هي فين غنحطو داك الدجاج اللي حمرنا. اي مفهوم فعلا. مفهومه؟ اي مفهوم الطريقه. ترافقوه في العود، ما نديرو الزعلوك دائما، نديرو الزعلوك بالشيفلور. ناخذو الشيفلور تنقيوه مزيان ونحيدو داك العويدات ديالو، ونديروه يتسلق في الصليق الكي اللي ما تيبغيش الريحه، يدير معاه طريف ديال الحامض وطريف ديال البابا ديال الخبز. ما تيخليش لنا داك الريحه. ملي تيتسلق تنحيدو تنعكوه مزيان، وفي المقله ناخذ المقله ولا الكاسرونه تنحكو تقريبا واحد جوج مطيشات حتى ثلاثه، وتنزيد نضيفو ليها واحد معلقه كبيره ديال مطيشات الحك، ونديرو شويه ديال المعدنوس والقزبر، ونحكو واحد جوج دريفات ديال الثومه، ونديرو شويه من الكمون، الملح، البزار، والسكنجبير، والخرقوم البلدي. وتنديرو شويه من الزيت البلديه، تنخليه حتى يغلى مزيان، وتنلح فيه داك الشيفون اللي معكنا، وتنبقاو نحركو مزيان غير بعود ديال العود، معلقه ديال العود، ونبقاو نحركو مزيان حتى تيشرب لينا داك المرقه. وتنحطوه في الطبيس لا ترافق هاد الروز اللي بالدجاج، ومن الفوق ديال هذاك الشيفون تنحكو فيه شويه ديال الفرماج حمر. واخا يجي لذيذ بزاف، تيبغيه وليا الدراري بزاف بالفرماج وبهذا. فعلا والشيفلور يعني من بين الخضر اللي ربما الوليدات يعني ما تيقربوش ليها بتاتا، وخاصه الا يعني بقى محافظ على الشكل ديالو وما تيعجبهمش المذاق، فبهذا الشكل ممكن انه يتكال، وخاصه انه جربتي انت مع وليداتك. اه يتكال زوين.